20. وأريد أن أتمنى للجميع السلام لبيتكم. Возьмемте за ручки.
سفير قطر في روسيا الاتحادية فهد بن محمد العطية ولسعادة سفير روسيا الاتحادية في قطر نور محمد خروف وأشكر كتارا ومتاحف قطر على هذا التنظيم الرائع والممتاز وأعتقد أنه لم يكن سهلا ولكن الحمد لله كل شيء كان ناجحا وأشكركم جميعا.